الحمد لله الذي من علينا بنعمة الفرح لما أصاب الكفار. اليوم يا أخوانا أتاني خبر أثلج صدري وشرح قلبي، وهو هلاك حوالي 17 من زبانية الطواغيت في سيناء. لكن الأهم من العدد إن بينهم طاغوت اسمه أحمد منسي، يمكن محدش فيكم يعرفه، بس أنا أعرفه حق المعرفة، وعارف كويس حجم المصيبة اللي أحلت بالطواغيت بهلاكه. ووالله الذي لا إله إلا هو، إنني لم أفرح مثل هذه الفرحة منذ سنوات طويلة. فالله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر.